وحدة صناعية جديدة بمدينة برشيد تدشنها هذه الشركة الألمانية الرائدة في مجال إنتاج الأسلاك والأنظمة الكهربائية والإلكترونية للسيارات. الوحدة تعد ثامن مركز إنتاجي لهذه الشركة العالمية بالمغرب، تم إنشاؤها على مساحة 3000 متر مربع، وستساهم في تشغيل 700 مستخدم خلال هذه السنة و2500 مستخدم خلال العامين القادمين. هنا بالمغرب المناخ ملائم للقيام بالاستثمار وتوسيع نشاط مجموعتنا ليشمل 8 مواقع، وهناك المزيد من المشاريع المهمة في هذا المجال. موقع برشيد تم إنشاؤه في مدة لم تتجاوز 3 أشهر، وذلك بتضافر مجهودات العاملين والأطر والسلطات المحلية، لذا فهو موقع أنجز في مدة قياسية. يرجع تاريخ تواجد هذه المجموعة الصناعية بالمغرب إلى سنة 1971، وقد اختارت توسيع نشاطها بالمملكة نظرا لتوفر بنية تحتية ملائمة ومناخ مستقر للأعمال ويد عاملة مؤهلة. الاستثمارات اللي صارت كانت 1 مليون يورو الماشين اكسترا، حتى الآن عندنا 400 عامل، من هنا لآخر شهر ماي يصيروا 700 أموا ديال التكوين المستمر اللي كي الناس كياخذوا فيه جميع المؤهلات وجميع الكفاءات اللي كتلزم ليهم باش يمارسوا العمل ديالهم بالجودة المطلوبة. 30% من إنتاج هذا المصنع من الأسلاك والأنظمة الكهربائية والإلكترونية سيوجه نحو المنتجين المحليين للسيارات، والنسبة الباقية سيتم تصديرها نحو الأسواق الأوروبية